معكم بكل خير حبايب قلبي. جيت المزرعه صخش وما حد حولي، شغلت انوار المزرعه واسمع من غرفه ابو ابراهيم لعبه اللودو. يا ذا اللعب اللي مجنني عليها، والله ابي يفتك منها وبعرف مدمن عليه، مدمن على لعبه اللودو. بس على شغلتك يا هن، قسما بالله ان صوت اللودو ها من بداية المزرعة. شو اللعبة ذي انت اللي تدمن عليها؟ شوف احمد علي، انا قاعد العب وانت تروعني، دائما تروعني، دائما كذي. مو دائما اروعك اخوي، باسك من هالالعاب ما تصلع، ما بلاك. ليش؟ ما بلاك هالالعاب. شلون بليه؟ وتدري كل ما اصور اقول لهم لودو تش يقولوا لي يا بعضهم؟ تكفى عطنا حساب ابراهيم عشان نلعب وياه. يا الله، يا قول لهم يلعبون وهزمهم. الله عليك بتهزمهم؟ نعم ان شاء الله عليك. وهزمهم وهزم اكبر واحد، انا ملك اللود يسموني. قول. نعم ان شاء الله. نعم هزمت مرتضى، هزمت بدويش صوت، وهزمت بوعصويت، وهزمت ملك اللود اللي يدعي ذاك اللي بالرياض. هزمته. نعم. وعندي 20 مليون. 20 مليون. انا ترى ما اعرف لها من جد. مجوهرات بعد ما اعرف لها، يعني فيها مجوهرات وفيها حسابات كذا. كل شيء فيها. كم عندك؟ 20 مليون. ما بالله 5 مليون نحطها بس. والله تستاهل، اعطيك بس نزل التطبيق. انزل التطبيق؟ نعم نزل. والله شكلي انا بنزلها وبصير هنا بجلس يمك وبلعب لودو. بعفى عليك. اي والله. بس دي ما تلعب لوقت الفراغ. بس. الحين شغلتني الحين انا. لا 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 لا، اذا فيها 20 مليون وما ادري 5 من اللي هلعب العب العب عادي. تقدر تحولهم؟ اي اجل. اها لا والله يا بلن، لا العب اذا فيها 20 مليون. يبقى تبي كاس شاي اسوي لك شاي؟ اذا تبي نسكافيه ولا يعني اي شاي انا حاضر ابراهيم. مصلحه 5 مليون اعبيها شاي. قم 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 اصبر 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 في مليونين ذي يلعب على مليونين. ايش فيك انت؟ يعني الحين هم ذلي يعني ينزل في الحساب والان ترى ما لا ما ينزل الحساب بس يعني لعبه اوتوماتيكيه يعني تقدر تسميها اوتوماتيكيه. يا جلال اوتوماتيكيه. عفوا عليك. يعني الحين لو نزلتها انا حولت لي 5 مليون شو اللي استفيد؟ ها؟ شو اللي استفيد؟ تستفيد انك خلاص يعني تستفيد انك ثبت وجودك. الله. اي ثبت وجودك انك على مستوى عالم. معالي. نعم. اي اذا ما فيها فلوس شو الفائده؟ حياك الله ابراهيم. الله يحييك بعد شابي. تامر شيء. شكرا بعد شابي. والله. والله. والله اي شيء تامر. رحم الله والدينا والديك. شكرا. ابراهيم تبي شيء؟